وين نجيب؟ عفوا اللي قلت لك عليها، صار انه راموس صدقت. اكسيفي ما تطولش. اوه وين راك ناجي؟ ملفنا اليوم تمت معالجته على مستوى شرطة وهران. تنقلنا إلى هذه المدينة المضيافة لنروي لكم تفاصيل قضية كانت تبدو معقدة، لكن فرقة مكافحة الجرائم الكبرى لأمن ولاية وهران فكت خيوطها وأثبتت جدارتها في الميدان. المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية، المروحية التابعة للوحدة الجوية، فرقة البحث والتدخل ساهموا بدورهم في غلق الملف ونيل العلامة الكاملة. تابعونا. قضية الحال تتعلق بيعني جماعة جرمية منظمة قاموا بالسطو على مبلغ مالي كبير. مست إحدى المحلات التجارية الموجودة على مستوى إحدى الأحيات الفاخرة بمدينة وهران. وهران أو الباهية كما يحلو للبعض تسميتها، ثاني أكبر مدن الجزائر بعد العاصمة وإحدى أهم مدن المغرب العربي، فهي تعد وجهة جاذبة للسياح. أهم ما يميز المدينة حركتها الحيوية ونشاطها المستمر، فهي تجسد اليوم طابعاً عصرياً حيوياً بصبغة أصيلة. ولاية وهران ولاية جميلة وناسها مرحبين، تستقطب عدد كبير من المواطنين داخل وخارج الوطن، فيها تظاهرات رياضية وثقافية كبيرة، فيها بزاف ليزيفينمون. مادام يعني المهمة تاعنا هو توفير الأمن للمواطن، يعني توفير له أجواء أمنية المناسبة يعني باش يستمتع بهذه المدينة ليلا ونهارا. شرطة وهران تعي جيدا أنه لابد من مخطط أمني يتماشى مع هذا الإقبال الكبير، خاصة وأن بعض النقاط السوداء في المنطقة لا تخلو ولو نسبيا من الجرائم بشتى أنواعها. كاين هنالك يعني بؤر الإجرام اللي مصالحنا ما تغفلش على الجانب الأمني فيها، كاين مصالح متخصصة تعمل على تمشيط هذه يعني البؤر الإجرام، تقوم من خلالها يعني تنقيط الأشخاص المشتبهة، تقوم بتحويل وتنقيط الأشخاص اللي تشوفها باللي تمثل خطر على أمن وسلامة المواطنين. أيضا يتم أيضا من خلال هذه العمليات الشرطة اللي نقوموا بها أيضا تنقيط المركبات أيضا للمبحوث عندها، وكل هذا يتم وفق تنسيق عملياتي مع قاعة العمليات وأيضا مع المصالح النشيطة في الميدان، وأيضا نستعين وأيضا في أغلب الأحيان بالوحدة الجوية للأمن الوطني. صاحب المحل وفور عودته إلى أرض الوطن يتصل مباشرة بالبائع، لكن الأخير لا يرد على الهاتف. لما أنا هذا راني مقبلة نعيط لها مباشر في الدليل. الشيء الذي دفعه لمراجعة كاميرات المراقبة عبر تطبيق في هاتفه المحمول. والمفاجأة بعده عن المحل يضعه في حتمية تبليغ الشرطة عبر الهاتف كأول خطوة. الو شرطة.
الضحيه سي ان امبورتاتور تاع الماتريال ميديكال، عنده عده يعني محلات داخل الوطن، وكان في هذيك الفتره كان مسافر ودخل ارض الوطن. مول شي اتصل بالبائع تاعو عده مرات والبائع ما كانش يرد، وين خلى يعني صاحب الشيء يعاود يولي الكاميرات المراقبه اللي منصبها داخل المحل اللي موجوده يعني في الهاتف تاعو اترافير اون ابليكاسيون، وين بعد ما راقب وراجع كاع يعني لي فيديو لقى تفاجئ ولقى يعني الضحيه مكبل. Heureusement صاحب المحل كان عنده الغفلاكس واتصل بمصالح الشرطه بالرقم الاخضر 1548 واللي بلغ باللي يعني البائع تاعو كان مكبل، ومن خلاله يعني مصالح الشرطه تحركت وتنسقت مع المصالح العملياتيه وين تنقلوا لعين المكان. تتنقل عناصر الشرطه القضائيه مباشره الى المحل حيث يوجد البائع مكبلا على الكرسي. بعد التأكد من الحالة الصحية للضحية، قائد الفرقة العملياتية يدل عناصر الشرطة العلمية على المواضع التي من المحتمل أن تحمل بصمات المجرمين. تنقلت مصالحنا ليلا الى المحل، وتم يعني تفكيك يعني الرباط على الضحيه، كان في حاله يعني نفسيه حرجه، وتاكدت مصالحنا باللي ما عنده حتى ضرر مادي ولا جسماني. تمت المعاينة ورفعت جميع الأدلة التي من شأنها أن تساعد التحقيق. قامت يعني بتصوير كل الدلائل ويعني القرائن، لأنها لم ترفع البصمات لعدم وجود بصمات كون يعني المشتبه فيهم قاموا باستعمال قفازات. في القضية الحال تم يعني اختار سيد وكيل الجمهورية، ومن خلال يعني تعليمات تاعو تم فتح تحقيق وأخذ يعني أقوال الضحية. في راك صافا شوية؟ صافا الحمد لله. ريكوبيريت شوية؟ شوية. تقدر تحكي لنا على لافير تاعك سرتك؟ واه. المهم اعطيني اسم الكريم تاعك. خالدي ازهر. لابد من التركيز الجيد مع الضحيه لفك لغز الجريمه واخذ اكبر قدر ممكن من المعلومات. احكي لنا الضربه تاعك صارت لك في الحانوت تاعك. كنت راح نحل الحانوت، تجاو زوج ضربوني دخلوني الحانوت صراحه. كيفاش صارت لك لافير هذيك الساعه؟ مور المغرب. مور المغرب. هل انت تحل في الليل؟ لا انا نخدم في النهار. كان مصيني واحد على شجر النوم باش نحل عليه الكبيرة. ضحية يعني البائع وضعناه في ظرف مريحة في أثناء يعني السماع تاعو، وطلبنا منه يعطينا أدق تفاصيل على يعني ملابسات وظروف يعني هاد الحادثة. شبيبة وين نجيب؟ بون شبيبة سمعوني غايب، عارف اللي قلت لك عليها صحيح انه راموس صدقت صحيح صاحبي؟ نسرين قالت لي ولد عمها ما باقيلاش بزاف ويجي، خدام راه في الحانوت، حنا خصنا نطيحوا على الخدام، ماشي على ولد عمها. صحيح فهمتني؟ بون كاينه حاجه شابه عطاتها لي نسرين. الحانوت كي فلاريا كاع دخل على الدار. تما حنا باش ندخلوا للدار، ندخلوا من الحانوت، والذهب والدراهم راهم في الدار. الله. صحيح؟ برد شويه لي دقيقه نجي. صح. افراد العصابه بعد تلقي المعلومه يستمعون إلى الرأس المدبر، ومن أجل وضع خطة محكمة وعدم ترك أي مجال للخطأ الخطوة الأولى بدأت. شوف الحانوت قلت لي في ديك بلاصة في واه بون الحانوت راه هنا
شوف يحل في الليل الحانوت؟ لا في الليل ما يحلش. بصاص واحد الطريق معمره صاحبي. قولك شنديرو؟ شنديرو حاجه الشاب غادي تروح عندها صباح غادي يقول لها خاصني دواء ومننا وكاع كي تجي تخلصها قول لها الدراهم نسيتهم قول لها شاور غادي نجي عندك في الليل عطيني النميرو تاعك باش تحل عليا سير. هنا المشتبه فيه يحاول استدراج الضحية لتمهيد الطريق. السلام عليكم. سلام الله. الله يعاونك شيخ. كالك صافا غايه مليحه الحمد لله الله يخليك راه خاصني شي جرو لون صاحبي. ولد تنجم توريهم لي؟ عطيني غير لي بري تاع كل وحده فيهم ونشوفهم. المدعو نجيب يعي جيدا ان البائع يغلق المحل باكرا ما قد يفسد خطة العصابة. شحال دير هادي؟ هادي نمامو مليون. مليون؟ ما فيهمش هادو زعما غيتهم. صح صاي. سي بون هادي مليحة هادي مليون مليحة. شحال هادي؟ مليحة. قول لي هي قيساش تبلع؟ هي نمامو باقيليش بزاف مبلع بصح نشوفو كي نديرها. صح شوف هي أنا اللي قلي نديها اليوم زعما صراحة أنا الشيباني اللي قلي نديها له اليوم راك فاهم؟ بصح قا إيرجون وبصح أنا نسكن بعيد غادي باش نروح عندك شراني رافد عندك شراني رافد ها صح ماشي بروبليم وهادي خليها عندك صح نروح نجيب لك دراهم ونجي مور المغرب خلي لي النيميرو نعيط لك حل عليا نديها والسلام عليكم نورمال أي صاي ربي يحفظك بارك الله فيك هاك تشوف ماركي لي غير النيميرو تاعك طبيعة الحال البائع قال وأنا ما نفتحش في الفترة المسائية وكي تكون جاي كلمني مسبقا باش نفتح لك المحل. والله خويا كي تجي عيط لي نحل عليك. ايسر الله يحفظك شيخ بارك الله فيك. صحيح الله يحفظك صحيح. بارك الله فيك. السيد هذا اللي جاي عربن شازرولون تاعه شحال كانت الساعة ابوبري هكا باش نجبدوه في الكاميرا سور فان؟ كانت ابوبري واحد الخمسة. خمسة. السيد هذا كنت تعرفه؟ ما تعرفهاش كيف اتصل بك سيدي هذاك؟ كان جاي عندي مقبل ووصاني على الشجر وصاك على الشجر كيف وصاك؟ عربني فيها وخلى لي النيميرو تاعها خلى لي النيميرو تليفون؟ راك عاقل على التليفون تاعها؟ راني عاقل عملية استغلال أقوال الضحية مكنتنا من معرفة من 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 الحصول على معلومات جد مفيدة أين علمنا باللي أكورد لا جورني تقدم عنده شخص اللي يطلب شراء كرسي الخاص بالأصحاب الاحتياجات الخاصة عطاه كما نقولوا احنا تسبيق تاع 200 دينار تاع 200,000 الحجة تاعه قال له مانيش رايح في الدراهم و جو سوي دون لوبليغاسيون دو ريكوبيري لا شاز في لا جورني شوز اللي وافق عليها المسير وعطاه موعد في المساء في آخر ساعات المساء وهنا عرفنا بلي النوايا تاع المجرم النوايا تاع المجرم إلى فولي شوازير لو مومون أوبورتان وين الكارتي الحي يكون خاوي وهذا لاقتراف الفعل تاعه اللي غادي نجيو أنا وقاديرو تسيني تكون معانا تعيط له تكون داير قليق وكاع تعيط له تقول له أرواني من هنا هنا حل عليا شوف العفسه اللي حل انا قادر نروح نجرو قلت اقول نصدموا عليه صح نصدموا عليه ما كان لا ضرب لا دماء لا والو سمعتني غادي نروحوا نربطوه ندخلوا للدار ندو الذهب ندو الدراهم ونخرجوا ما كانش اللي يشوفنا وهذه كاع اليوم وكما كان الحال هذا الشخص كلم يعني البائع وكي راح يعني البائع يحل يعني المحل قاموا هذ الاشخاص اللي هما مجهولين اللي ما عرفش الهويه تاعهم لانهم كانوا مرتدين يعني رثام طاحوا عليه وقاموا بتكبيله الو السلام عليكم راني عند الحانوت كوري راك جاي هذا قريب هي صح نقاط كي سيبونا جاي هاولا جو نجحت الخطه
يبدو أن الضحية لم يتفطن للكمين، والعصابة تتأهب لعملية في غاية الخطورة. نجيب لاميروج. زير ما تخليش لي توجي كاع، ما تخليش كاع زير. الضربة تاع كي ضربوك داخل في الحانوت شحال كانت ساعة؟ مول المغرب، جيس مول المغرب، كانت ظلمة شوية. هنا المحققين ظهر لهم يعني خيط من الخيوط اللي تقدر يكون هو يعني حل تاع هاد الجريمة. هذا الشخص اللي جا للضحية يقدر يكون هو يعني كومبليس في هاد القضية، وجا باش يستدرج الضحية وباش يحلوا الحانوت في الوقت اللي ما يكونش فيه حركة، وهو يعني الوقت يعني الملائم لعملية السرقة. المشتبه فيه لم يضع في الحسبان الصور التي التقطتها كاميرات المراقبة، خاصة وأنها كانت قبيل العملية بساعات قليلة. تم استرجاع يعني مقاطع الفيديو للكاميرات المراقبة اللي من الصباح داخل محل الضحية، وعاودنا ولينا للصور والفيديوهات للوقت التقريبي اللي عطاهولنا الضحية، ولقينا يعني حددنا هوية الشخص اللي جا ليه يطلب منه يفتح له الحانوت مساء. هذا ما قد يكون المفتاح الأول للقضية. مقاطع الفيديو سمحت للمحققين بتحديد هوية المشتبه فيه الأول. المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية بوهران فيه عدة فصائل، مكسب هام من مكاسب المديرية العامة للأمن الوطني، فيه إطارات متخصصة وتلقات يعني تكوين يعني قاعدي وتكوينات متواصلة داخل وخارج الوطن، فيه عدة كما قلت فصائل متخصصة، ويعتبر يعني يساهم كثير في حل يعني الجرائم، وخاصة الجرائم المعقدة اللي تستلزم يعني الخبرة العلمية. المخبر الجهوي للشرطة العلمية والتقنية من شأنه أن يصنع الفارقة في عملية كهذه، ويختصر المسافة بالنسبة إلى التحقيقات والقضايا المعقدة. الإكسبلوطاسيون تاع لو كونتي تكنيك من أجل معرفة هوية صاحب الهاتف وكذا، خاصة لا بوزيسيون جيوغرافيك، لا جيولوكاليزاسيون سكون أبل، الموقع الجغرافي للمشتبه فيه وقت السرقة، مكننا من تأكد بأن احتمال كبير وكبير جدا أن المعني بالأمر هذا المشتبه فيه هو الفاعل الأصلي ومقترف السرقة. علاه؟ باسكو لو مومون تاع السرقة، مومون تاع السرقة ولا جيولوكاليزاسيون، الموقع الجغرافي أثناء تاع المشتبه فيه أثناء وقت اقتراف السرقة كان في المكان المحل. كلفنا فرقة البحث لا بريغاد دو ريشيرش تاع فرقه مكافحه الجمره بالبحث والتحري قصد ايقاف دون لي بلي بريف ديلي المشتبه فيه.
تم يعني تحويل المشتبه فيه الأول واقتياده للمصلحة، وتم بداية التحقيق معه اللي في كل يعني تصريحات تاعو أنكر بشدة الأفعال المنسوبة إليه. نجيب قولي نهار ثلاثة اللي فاتت وين كنت وش درت بالديتاي؟ أشوف أنا ندور صديق في قهوة في الصطاد، أنا ما تحسيش قاع الصطاد وكان كاين الصطاد نهار ثلاثة حكاية شيزرونوت كيفاش؟ إيه عندي شي بعيني عندي كابي أنا شاف أيا؟ أيا حوست له على كرسي نهار ثلاثة. وين حوست له؟ رحت عند واحد السيد سقسيت على السوق. عاد السيد كاع اللي يبيعوا رحت عند هذا السيد صح رحت عند السيد يا طري باسكو هو القريب ليا هو معليش واه سقسيت على على شحال دير صح ايوا من بعد كي قال لي سوما تعرفون قلت له دوك نولي كي صوني حل عليا نجي ندي شازونوت البويا لا قلت له قلت له ما انا نجيب باك انا من المراوغات قول لي لي شان شادرتو وشكون كان معاك وش خططتو وش نفذتو شاف ما خططنا ما والو شاف انا رحت باش باش نشري كرسي قلت له ما راهش واجديني الدراهم قلت له دوك يوجدوني نعيط لك ما وجدونيش حد الان مازال ما دبر الدراهم شوف انا نجيب جميع الادله العلميه والتقنيه راهي ضدك غادي شاف تعاودوا نهضر شاف اش تهضر قول لي ما تخممنيش نحكي لك كل شاف بعد تحقيق معه المعمق وتم مواجهتي بكل أدلة اللي عندنا سواء مقاطع الفيديو سواء يعني الأدلة يعني كاع المسترجعة يعني رضخ للأمر الواقع وقام وبدأ يصرح لنا يعني بالوقائع يا شوف شاف هي عندي زوج صحابي شو هما الفيديو على صوالح طرادي وكاع تما تفاهمنا باش يطيحوا على السيد تما انا كنت غير خايط انا جايبهم غير لافير انا قلت للسيد غادي نعيط لك مع السته نجي عندك وكنت نتفاهم معاهم بلي غادي نعيط له وكي حل هما يزدموا صح كي حل اسمعني مليح هنا دير لي بوز انت راك تقول لي انا جاي بلافير انت اش علاقتك مع السيد انت وين تعرف السيد بلي عنده الدراهم وعلاه هو راه كاع شحال من السكنه فيها رحتوا لديك السكنه وشحال من محل تجاري رحتوا لذاك المحل كي حتى وصلتوا له هي انا نعرف وحده خطيبه تاعي صحيت تما هي اللي شافت لي هاد لافير هي اللي وخطيبه تاعك كي شافت كي عرفت الو نجيب مرحبا الحمد لله وين راك نجيب؟ راني في بورونجي وين اكزاكت؟ راني في ديك الطاولة أخرى أي صح قعدت كي مالك راني جاي عندك أي باكو صح المشتبه فيه كي واجهناه كاع بالأدلة اللي كانت عندنا اعترف المصالح الشرطة وقالنا باللي عندي ظروف اجتماعية قهرة كي مشينا معه في التحقيق علمنا باللي عرف فتاة وحب يتزوج بها والظروف المالية تاعو ما تسمحش وقرر هو وهذه الفتاة باش يهربوا بعد عملية السطو وهذه الفتاة هي اللي دلاته على هاد الضحية اللي هو أحد أقربها وعنده وكان عندها علم بلي عنده مبالغ مالية كبيرة مخبيها في المنزل تاعو وهذا المنزل تاعو عنده يعني دخلة مع المحل نجيب هلا وين صافي كان كاين شي أول شيء أول عام سيكيلاسيون قد بثني علي فيها عاديش معنا خلعتيني وجيري غير واحد دروك منه تلاقوا دروك خلعتيني هاني في مشكلة والله أنا شوف حكي لي حكيت لك شلي استوار هدي سافي بيان لونطون الشابة نسرين قامت باستدعاء نجيب لتسرد عليه قصة نزاعها العائلية مع عمها كما أخبرته أنها تكين عداوة لابن عمها الذي قام بسلب تركة والدها وللثأر منها قامت بإغراء خطيبها وإعطائه المخطط التفصيلي عن المسكن ومكان الأموال صاي 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 أرشا غادي ندير غادي نعيط له دروك نهضر معاها فهم أشا كاين وانت لقى بيهم أكتيفي ما تطولش صاي مشي بروبلم أنا مدبيت فيها في أقرب وقت صاي مشي بروبلم
باش نصوفه والله. خليها عليا. تما الضحيه العم تاعها ومو الحانوت ولد عمها نورمال. تما هي اللي عطاتني الشيما تاع الدار، عطاتني الكوفر وين جاي، قاسها شي بلا، قاسها شي حل. تما كتعطيني لي زانفورماسيون عليها. يا وانا تفاهمت مع صحابي، درنا رينو قبل قبر طرديقه بنهار، وتفاهمنا على كاع شنو غادي ندير. ايا قلت لهم غادي كي نعيط لكم تكونوا واجدين. سموها هذه الخطيبه تاعك؟ نسرين. وين تسكن؟ حي الياسمين. وين اكزاكتون؟ مانيش عارف، باطيمة تاع الياسمين دي عند الفرماسي. ندوك تعرف الدار وين؟ نيميرو التليفون تاعها؟ ماعرفش عندي، مانيش حافظه شاف. ماكش حافظه؟ سير. سير. ما تتسترش. ما تلعبهاش زعما انت سيدي رجال. لاخاطش هذوك مجرمين ماشي هما يتنعموا يدوا الحصيصة وتقعد ترشى في الحبس. سمعتني شنو قلت لك؟ روح انت قلت لنا شكاين وانا في هذه حنا ثاني ما فوتوكش. تم تحويل خطيبة المشتبه فيه إلى المصلحة، وبعد التحقيق معها بطبيعة الحال في بداية الأمر نكرت قطعا باللي هي يعني وراء هذه العملية. بعد أيضا مواجهتها بالقرائن والفيديوهات وأيضا أقوال المشتبه فيه، تم يعني الاعتراف من طرفها، وقالت لنا باللي عندي مشكل عائلي وهذا وليد عمي هو اللي سرق لنا الاموال تاعنا، وانا ما كنت غير حبيت نسترجع يعني قسط منهم. نسرين، على بالك على الشرك يا عدنا؟ ما على باليش. علاش ما على بالكش؟ على نجيب شي يجيك. نجيب فيونسي تاعي. نجيب فيونسي تاعك شكي دايره معاه؟ ما درت والو. نسرين، هاد غير صح شكاين، حنا رانا توصلنا لكل شيء وعلى بالنا بكل شيء، لكن باغي تغاتري غاتره كبيره، قعدي تقول انا ما درت والو ما على بالي بوالو. احكي لي على الحانوت. تاع حانوت؟ تاع حانوت؟ ها راني نقول لك هاد غير مليح، كل شيء راه ضدك، معناها سموك تهضري وتقولي الصح، ولكن باغي تروحي بوحده طويله قعدي لي انا ما درت والو ما درت والو، ونجيب الفيونسي تاعي وخطيبي وكملت هنا. نجيب لك اسمه؟ لا سي با. نجيب كان فيونسي تاعي وشغل بغيت نحرق انا وياه. صح. باسكو ما كانش عندنا دراهم والكوزان تاعي ديت له دراهم. الكوزان تاعك شكون هذا؟ كويري. تما بوه كيجيك؟ عمي. عمك ها؟ وعلاه دير لعمك هادشي؟ باسكو دار لي حقي تاع الورث، خليه لي بابا. الوطن تاع ابوك داير مع عمك. قضية تاع ورث، قضية عائلية، منها وليتو قضية جزائية. احكي لي كي صارت. هي انا بابا قبل ما يموت خلى لي مكتوب شغل باش نحل بيه حانوت، جا ولدها من فرنسا اللي هو واري تاعه، وانا كنت نعرف الحانوت وين حاط دراهم الكوفر وكاع. قلت لنجيب حكيت لها كاع القصه تاعي شكي ماشي ما كانش، هو قال لي انا ندبر راسي في هاد السؤال. كي دبر راسه شادي مع منا في العمليه؟ ما تتستريش، راني نبهتك. لا راكي باغي تعاوني روحك، عاوني روحك دروك مادام التحقيق في البدايه، وعاوني روحك على المحضر اللي غادي نديرها لك دروك. تعرفيهم تعرفيهم، ما تعرفيهمش ما تعرفيهمش. ما نعرفهمش انا، ما نعرفهمش. من بعد سمعيني مليح، بصح من بعد حنايا عندنا تحقيق، وعادي نستغلوا التصريحات تاعك، وعادي نستغلوا واش ما عندنا من دلائل القرائن. هادي كون تخرج ضدك راهي تزيدك في فترة العقوبة والشدة تاعها. أنا ما نعرفش هادو. تما نجيب جابهم. الخطيبة تاعه ليدي سي تاع الخطيبة، الخطيبة على بروبوزي الخطيب تاعها دو فار هاد لاخت هذا، وين أكدت له باللي على الصله صله القرابه بينها وبين الضحيه، وكذا لي كونفلي فاميليال كي سو تروف اونتر لي دو فامي لي دو فامي بوكو بلوس على ليماج تاع لي كونفلي فاميليال سي ليريتاج. الشيء اللي قنعته به باللي الفو ريكوبيري ان بيان كي لوي روفيان دو دروا، غادي كي شغل تسترجع حق شرعي للعائله اللي غادي تستغله هي وياه في تحقيق
لوبجيكتيف تاعهم لو بروجي تاعهم كي الزواج لو مارياج اي دو سانستالي ديفينيتيفمون على لترونجي باحدى الدول الاوروبيه شوز كون الخطيب اكسبتي سون هيزيتاسيون. نجيب خطره عيطت له في التليفون وقلت له بلي انا مسحقياتك ايجو وهو كان محتاج دراهم باش نديرو عرسنا ونروحو من كاع. جا عندي ايجون وقال لي شكاين شو ما كانش. قلت له فوالا هاشا كاين عندي كوزان تاعي تالي رزقي تالي صوالحي اللي خليهم لي بابا. قال لي تاعش رزق ما حكيتي ليش عليها كاع. قلت له ما بغيتش نحكي لك مي جات الفرصه باش نحكي لك. لي صنعت لها بشويه الحانوت وين الاولى من بعد كي شغل قال لي وين هاد الكوفر وكاع. قلت لها في برا فارماسيوتيك تاع عندها دخل من تماك نجم تدخل فيها. حبيتها هو يدير هاد الصوالح باسكو انا ما نقدرش نديرهم. هو دخل ونفت هادي تم اقتحام البيت وفور العثور على الخزانة الفولاذية قام أحد أفراد العصابة باستعمال قاطعة الحديد لفتحها. التحريات التقنية أسفرت عن هوية المشتبه فيهما الآخرين اللي قاموا بالسطو داخل المحل وتكبيل الضحية واللي يسكنوا في حي فوضوي يعني نقطة سوداء في ولاية وهران. وبفضل يعني الوحدة الجوية للأمن الوطني اللي عطتنا لا جيولوكاليزاسيون تاع هاد الأشخاص اللي كانوا كثيرين يعني الحركة وخاصة أن الحي الفوضوي فيه أزقة ضيقة. الطائرة المروحية تقوم بتتبع باقي أفراد العصابة وتحديد موقعهم. اليونيتي أريان اللي تساعد كثير المصالح تاعنا من خلال الطلعات تاعها الجوية اللي تعطينا صور فوقية مباشرة واللي تخدم بالتنسيق مع قاعة العمليات. من خلال الصور يتم تتبع الأشخاص المشبوهة الأشخاص الفارة تعطينا صور حية مباشرة واللي تسهل كثير عامل المصالح اللي تكون في الميدان من أجل يعني توقيف المشتبه فيهم. يهضروا شدرت فيهم درام راه عندي دروك تقول لي شنديروا فيها. شوف خلي بورت أنا جيب وحدة وتاعنا راه وحده راه في راسي بروجي فريمون شباب تبعتني راه في راسي بروجي ما والو اناني خايف لا حكموني انا غادي نقضب درامي ونروح وتروح تجي معايا روح معايا وتحرق وتخليني ياك منيتك غالب انا لو كان يحكموني غادي ما يحكموك ماشي زعاقه هادي لو كان يحكمونا ماشي زعاقه. وبعد ما عطتنا الموقع تاعهم بالتحديد تم محاصره يعني المكان ويعني مداهمه هاد الاشخاص اللي كانوا على متن مركبه بيضاء. Thank you.
العلم الموجود تاعنا راه لوكاليزي راه على مستوى. بعد استقبال المعلومة يقوم قائد الفرقة البحث والتدخل بإعطاء التعليمات وتدخل الفورية لإلقاء القبض على المشتبه فيهما. من بين الفرق التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية الفرقة البحث والتدخل، المهام تاعها سي معالجة كل القضايا خاصة القضايا الحساسة، كما أنها تعد فرقة دعم كذلك لمختلف الفرق ومصالح الشرطة القضائية على مستوى أمن ولاية وهران. الاختصاص تاعها يكون على مستوى اختصاص أمن ولاية وهران. قعدنا كيما هكا دولو بعد عملية التوقيف اللي تمت بنجاح، تم تفتيش أمنياً وإدارياً المركبة اللي تم العثور على أسلحة بيضاء من الحجم الكبير اللي تبين بلي هاد الأشخاص يعني من أحد العصابات تاع هذاك الحي السكني. سويت الونكات فيما يخص عمليه السطو على مستلزمات الطبيه بعد تحقيق معمق وتلقي معلومات جديه ودقيقه اسفرت عن وجود شخصين على مستوى حي فوضوي. وبعد عمليه واجتماع مصغر رفقه المجموعه قمنا بعمليه توقيف ايجابيه اسفرت عن استرجاع مبالغ مالية معتبرة واسترجاع مسروقات من المعدن الأصفر واسترجاع أسلحة البيضاء. من خلال القضية تم توقيف 4 أشخاص اللي هما أفراد الشبكة، إضافة إلى استرجاع مبلغ مالي معتبر وبعض المسروقات. تم إعداد ملف إجراءات قضائية للسيد وكيل الجمهورية وبموجبه يعني تم تقديمهم للعدالة. هكذا تمت الإطاحة بعصابة سولت لهم أنفسهم أن يقوموا بعملية سطو على طريقة أفلام الأكشن. نستودعكم الله مشاهدينا الكرام ونضرب لكم موعدا بعد الشهر الفضيل. رمضان كريم.